تجيش تقعد مع قائد المعسكر يسكر الفيزا مع ضبط الاتفاق يمكن تعرف تجيش تقعد مع تخبير الفيزا من أولا لآخرة يكون قائد المعسكر موجود مع بعض نعم ياسي رحت نتواصل مع الطباخ مع موسى بعده مع لؤي السعدي وهو بنسق لنا موعد الطباخ الفلسطيني مع الطباخ الاسرائيلي واحنا على استعداد ان نقعد ونحدد لانه مشكلتنا انه انتم خنقتونا كثير يعني وكل الحواجز كل الطرق الشغله اللي صارت اليوم تفريع الناس وعدم الاحتكاك مع الجيش راح يساعد كثير هذا على كيف لانه انت الغايه تبعتكم تنفتح هاي الشغله ومش الاحتكاك مع الجيش احنا ما بدنا نحتك مع الجيش الشباب الصغار والاولاد اللي مثل غاب غاليين عنا وما بنعرضهم للخطر للجنود فلذلك احنا بدنا نوصل رساله الداخل واذا ما انفتحت الشارع انا بقول لك هي الصوت قلنا انه ضغط الناس علينا احنا ضغط الناس علينا انه قوموا بدوركم كمجلس قروي ولذلك احنا بدنا نؤدي الصلاه في الموقع هذا كل لحد ما تنفتح تضمن الشباب يعني طلع الجمعة هاي الجمعة هاي الحشد أجل صغير نعم صحيح الجمعة الجاي يزيد أنا أتفهم أصلي يعني إسه بالنسبة لهاي الجمعة هاي الجمعة والجمعة الجاي ملان عيال نعم في ملان عيال حتى إلنا الدروز يعني من اليوم الجمعة البعديها أنا إسه رحتي مطلع عندي مطلع في الارتباط عنا كان تكون في اتصال هو مع موسى ومع لؤي السعدي من كان تقطع نعم حتى إحنا بنشد هاي اللقاءات كان نقطع تمام عليكم انا بحكي معه اليوم ونشوف وين بنقدر نقعد جلسه مع قائد المعسكر بتحكي كل اللي عندك بتقول له واحد اثنين ثلاثه نعم كمان عليك توصل رساله وفي من لا انا بقول بديش بدنا نوصل رساله انا بقول بدنا نوصل انا بقول بس انا احنا بنقعد مقعد بوجود الارتباط الفلسطيني الارتباط متى وين نسكن اما انا مباشر مع ارتباط اسرائيلي بقعدش ماشي بقعد انا قلت مع السعدي ومع موسى كل ما في تاجيل الجمعه الجايه الجمعه الجايه راح نشوف موجودين بغض النظر لا ما في عيال كل جمعة موجودة لحين ما تنفتح البوابة بدكم عندكم عياد افتحوها هاش الاسبوع بدي صغيرة هاي جنب هاي بدي صغيرة جنب هاي خلاص شباب يلا توكلوا يلا يا ولاد يلا